السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل الناس المشتركه معانا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب، تدريب كلاب بندق زمن نور وتدريب كلاب البحيره كابتن ابو نور. طبعا النهارده منورنا عبده، احلى عبده في الدنيا. عامل ايه؟ تمام عبده يا جماعه، من مركز ابو حمص تبع محافظه البحيره. طبعا مشكله عبده كلها ان هو نفسه يربي كلب. عبده جالنا المزرعه دلوقتي، مع ان النهارده الجمعه المفروض ان احنا مش يوم شغل، انا كنت جاي دلوقتي بس نص ساعه مرور وماشي بسرعه. طبعا لقيت عبده جاي وجماعه جايبينه، اخواته طبعا ووالده جايبينه علشان عبده بيبات يحلم بابو نور. كل شويه يقول لابوه ابو نور ابو نور ابو نور، قال له في عم واحد تاني بيربي كلاب احسن من ابو نور، قال له لا، وتعارك مع ابوه زعل منه. ودخلت والدك بيقول لي ان انت دخلت وقفلت الاوضه على نفسك قعدت اسبوع. كل ده عشان ابو نور يا عبده. طب انت عارف انا كمان بنحبك قد ايه؟ انا بنحبك زي يوسف وياسين وزي اسلام وزي زياد وزي الناس دي كلها. وانت عارف ان انت النهارده منورني هنا في المزرعه؟ بنورك حبيبي يا عبده، ربنا يخليك ليا يا رب، وباذن الله كده ربنا يشفيك وتبقى تمام التمام. ماشي، والحاج طبعا كان بيقول لي الظروف مش يعني ما ينفعش ان احنا نجيب كلب وكده، لا انا بقى هنديك كلب من عندي هديه، ايه رايك؟ تمام، واي مشكله في الكلب واي علاجات تبعت لي اخوك بيه وانا نعمل العلاجات دي كلها على حسابي، ايه رايك؟ وصلي على النبي كمان، في حاجه كمان حلو، صلي على النبي على الصلاه والسلام، الكلب لما يكبر شويه تجيبه انا ندربه لك بنفسي على حسابي، ايه رايك يا عم؟ ماشي. عايز حاجه تانية؟ بحبك. وانا كمان بحبك. وانا كمان بحبك والله. انت عايز اي حاجه تانية؟ اي حاجه يا عبده عايزها خلي اخوك يرن عليا من تليفون. ماشي. ماشي، وانا هنسجل رقم بابا ورقم اخوه. ماشي، واي حد هيرن عليا هنرد عليه بسرعه ونكلمك، وايه وباذن الله تبقى تجيلي تاني. تمام؟ ماشي. وفي اي وقت عايز تجي لنا المزرعه هنا وهما مش عايزين يجيبوك رن عليا، هنبعت لك العربيه بتاعت المزرعه تجيبك من ابو حمص. ايه رايك يا عم؟ الكلام ده وعد. خلي بالك انا قد كلمتي وانت عارف كده. عارف؟ طب الحمد لله. اي وقت يا عبده تعالى رن عليا، ابعت لي العربيه يا كابتن بتاعت المزرعه، هنبعت لك العربيه، محمود قاعد اهو هيروح يجيبك من البيت. ومش عايزين الناس دي. ابوك واخوك والناس ديت مش احنا مزاجنا بقى. خلاص؟ ولو الكلب ده مش عاجبك وعايز كلب تاني ابعته لنا ونبعت لك كلب غيره. ايه رايك؟ ماشي. مش انت بتحب الكلاب؟ بتحب الكلاب قد ايه يا عبده؟ اكتر. طب بتحبهم ليه؟ كلب. عشان صحاب. الكلب صاحب. الكلب صديق. الوفاء كله في الكلب. صح؟ طيب انا مش عايزك بقى اليومين اللي جايين دول تزعل الحاج والدك. تمام؟ وتخليه مبسوط. واحنا كده نفذنا لك اللي انت عايزه، وهيبقى عندك كلب في الاسلام. جهزت له الكلب، خليها عندك دلوقتي عشان هو ماشي. تمام؟ ماشي. وتظبط الكلب كده وتخلي تحمه له انت، انت اسمك ايه؟ طب تعالى جنبنا هنا احمد. انت اخويا احمد. تعالى هنا. عندك كام سنه؟ عندي 20. 20 سنه. تشتغل؟ شغال مهندس مكن. مهندس؟ بسم الله ما شاء الله. طب يعني حاجه كويسه. طيب انت ما يا عم زعلانينه ليه ومش عايزين تجيبوا له كلب ليه؟ لا انا كنت قعدت فتره كده جبت له كلب جيرمان، بس الكلب ده توفى عندي انتحر. وجبت له كلب جيرمان تاني، بس انا يعني كنت عامل فيه كان في مشاكل كده. هو عنده كام سنه عبده؟ عبده عنده 18. 18 سنه. 18 سنه. تمام. فجبت كلب جيرمان، كان بابا تعبان وجبت كلب جيرمان صغير. فالمهم الكلبه حبه قوي، وتحس ان هم كانوا مع بعض. وعبده المشكله دي عنده من وهو صغير؟ دي عبده المشكله دي مستشفى، من غلط المستشفى. كان المفروض هو في الحضانه اتحط محلول نسوه. فالميكروب ده خده غلط. بس كانت نفسيته حلوه برضه. نفسيته حلوه. نفسيته تعبت لما ابو نور والكلاب ومش عارف الكلاب. إيه. بينه وبينك معلش انا كنت بقول مين ابو نور ده؟ مره واحده كده لقيته ماسك في اي حاجه. هو من النوع اللي لما بيحب حاجه لو ايه باللازم. والدك قال له سيبك من ابو نور. في واحد تاني بينه وبينك انا معلش انا حصل
كان في واحد تاني انا بتفرج عليه على طول يعني من قبل ما اعرف حضرتك طبعا. تمام. فقلت له ده ايه بيدرب وده بيدرب زي بتوع بره بالظبط، ده من المغرب او من العراق الراجل ده. بس ما اسمه مش عارف ايه. تمام. فالمهم ابو نور مش عارف ايه، انا اروح ابو نور جه برده الجمعه اللي فاتت. ابوك بيقول لي انا لما قلت له بلاش ابو نور وفي واحد تاني كويس ومش عارف ايه دخل حبس نفسه في دخل وعيط اسبوع بحاله والله العظيم، ولا بياكل ولا بيشرب عشان ابو نور. عشان ابو نور. وانت عبده، انت عارف انت حبيبي عبده، انت حبيبي والله، ربنا يا عم يخليه لكم والف سلام عليه. يا الجمعه اللي فاتت كان عاوز يجي الدنيا كانت بتشتي يا ابني، مفيش قول لي لا ما في لا عاوز يصمم فين وفين، دخل برده حابس نفسه برده لغايه لما قلت له خلاص الجمعه الجايه، شتت مش شتتش على الروح. لا يا عم انتوا نورتونا النهارده وفي اي وقت المزرعه دي بتاعتكم في اي وقت تشرفونا. تمام. وامانه عليك ما تزعلوش عبده والله، ده اخويا بس مش اخويا ده صاحبي واخويا. طيب الكلب اللي بره ده طبعا ده كلب وايت جيرمان. تمام. احنا كنا على فكره بنطلعه تبني. تمام. فطبعا ده يستحق بيه عبده، هو اولى بيه لحد باذن الله ما يبقى عندنا خلفه اعلى كمان، ممكن نبقى نطلع لك ده تبني ونديله حاجه جيرمان مستوى اعلى. خلاص برضو هديه مننا. تمام. وتدريباتها يا عبده وتطعيماتها وعلاجاتها كلها على حسابنا، ايه رايك؟ تمام. مبسوط يا عبده؟ بس اهم حاجه بقى انك ما تزعلش الحاج وتكونوا كويسين مع بعض وتخلي بالك من الكلب. ماشي. تمام. لا يا بس يعتبر الكلب كده في كفه واحنا الاثنين في كفه. هتنام الكلب ده فين يا عبده؟ جنبك. ربنا يبارك لك يا عبده ويشفيك يا رب وباذن الله تكون بخير. تمام. وطبعا يا جماعه ما تعرفوش معنى الحلقه دي ايه، معنى جميل جدا لما والده يقول له لا ابو نور لا، يجي داخل حابس نفسه اسبوع في الاوضه. طبعا انا عارف الحمد لله ان في ناس كتير متابعانا بتعمل نفس الطرق ديت ونفس المواضيع ديت. يا رب الخير لكل الناس ويا رب اي حد ما نشوفوش عنده حاجه وحشه. تحياتي لكم جميعا وتحياتي لعبده ولاسمك ايه؟ احمد. ولاحمد وتحياتي لوالدهم كمان والناس المحترمه ديت، تحياتي للجميع. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس، وكلنا ندعي لعبده انه يكون بخير دايما. تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.